عليه وسلم وثالث الخلفاء الراشدين الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الصحابي الليل كلنا ظروف عنده بين يدي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الذي التي تستحي منه الملائكة. كان ذات مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا وبعض فخذه طالع، دخل عليه أبو بكر وعمر، ما تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قيل إن عثمان بن عفان على الباب أصلح النبي من جلسته، فقالوا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: أولا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا هو شهيد القرآن، قتل وهو يقرأ القرآن الكريم. هذا الرجل هو المليونير الوحيد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل ماله في جيش العسرة في سبيل الله. نسمع ماذا قال هذا الصحابي الجليل وما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 22 حرفا، وهي 5 كلمات وحرف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام البخاري، وذكر في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وسنن ابن داود، وذكر في الحديث بألفاظ كثيرة. إخواني، نحمد الله إننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أنزل علينا أفضل دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل القرون قرني، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. نرى الخيرية لهذه الأمة إن شاء الله. دين هو القرآن الكريم، دين هو الإسلام، الكتاب هو القرآن الكريم، الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة ذكرنا منهم صحابي، الأمة نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم اليوم مدعوون إلى المسابقة والمثابرة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها.